منعود لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. مثل ما عم نشوف المواجهات امتدت إلى هنا إلى أوتوستراد أطبي، حيث أضرم المتظاهرون النيران في عند هذا المفرق، وأيضا عم بتم رمي الحجارة عشوائيا هنا رغم السيارات. هم حاولوا بأنهم يهربوا تباعا من كل المفارق من بعد ما تمكن الجيش من بسط سيطرته بشكل كبير. المزيد من الغاز المسيل للدموع يرمى بغزارة. لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت، للأسف يعني لأنه الغاز المسيل للدموع رمي بغزارة، هناك حالات اختناق أيضا. مثل ما عم نشوف نجحت القوى الأمنية بتفريق المتظاهرين هون على أوتوستراد الطبية. طبعا بدنا نشير إلى أنه هيدي المواجهات كانت عم تمتد من أمام السفارة الأمريكية، وفور نجاح الجيش اللبناني بإبعاد كل المتظاهرين إلى هنا إلى خارج نطاق السفارة الأمريكية، فعن صعود ببساطة تمكنوا من النزول ومحاولة قطع الطريق هنا. أرادوا إكمال المواجهة مع قوة مكافحة الشغب لي بدورة من بعد ما أضربوا النيران. مثل ما عم نشوف بعدهم موجودين وعم بحاولوا يأكدوا على أنه اليوم المتظاهرين يعني يأكدوا نجاحهم بإبعاد المتظاهرين من امام المول بدبي على هيدا الطريق. بدي اشير الى انه في زحمه سير خانقه عند هيدا النقطه، انسحب المتظاهرين ولكن
مش معروف ما إذا كان ربما عم بيحاولوا من نقطة تانية إنهم يرجعوا يسكروا على الطريق، ولكن بحسب ما عم نشوف من هيدي النقطة بعده السير ماشي وسالك بالاتجاهين. طبعا كانت مواجهات كتير عنيفة، رمى المتظاهرون طبعا المفرقعات النارية على المتظاهرين والحجارة بدون رش المتظاهرين بالمياه، وأيضا تمكنوا من إلقاء ورمي الغاز المسيل للدموع بغزارة كبيرة على المتظاهرين، اللي حتى كان في من ضمنهم رجال ونساء، رجال ونساء وحتى أطفال. اليوم بيقولوا بأنه هيدي ثورة غضب، أي تظاهرة غضب. اليوم عم يعلنوا عنا من أمام السفارة الأمريكية كونهم بحملوها مسؤولية ما يحصل في غزة بعد مسيرة المعمداني في غزة. عم نشوف يبدو بأنه بهيدا الأثناء هناك الجهة البحرية للأوتوستراد، ولكن بدنا نشير إلى أنه عند هيدي النقطة سير ماشي، ولكن قدام مش عارفين إذا هيدا يعني فينا نقول بأنه انقطعوا استراد أضيق حتى هذه الساعة مش معروف. احنا أكيد رح نواكبكم، ولكن بدنا نشير إلى أنه بعد النيران مستعدة هنا. عم نشوف الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني موجودين حد المول بأضيق بيروت طبعا. المتظاهرين من المخيمات الفلسطينية عم نشوفهم كيف ببساطتهم عم بيغادروا بهيدا الاثناء، كانوا عم يتظاهروا بعوكر امام السفارة الامريكية. نكتفي إذن بهذا القدر من البث المباشر، ومنعود لكم بثلاثي لاحقة في حال حصول أي جديد من هنا. شكرا لحسن المتابعة.